السورية العراقية من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. الجيش السوري يستعيد السيطرة على فليطة ورأس المعرة في القلمون، والمسلحون ينسحبون إلى رنكوس وجرود عرسال اللبنانية. وبعد تلقيه ضربات في الأنبار، داعش العراق يطلق حملة تجنيد في المحافظة وخارجها، وأبو ريشة يتهمه بالعمل لفصلها عن العراق. السلام عليكم. فيما الجبهة الشمالية في ريف اللاذقية تراوح مكانها، لاسيما في بلدة كسب، وعلى الرغم من التدخل التركي المباشر، واصل الجيش السوري عملياته في القلمون بريف دمشق الشمالي، مستعيدا بلدتي فليطة ورأس المعرة استكمالا لمعركة استعادة يبرود. التطورات الميدانية تتقدم المشهد السوري منذ توقف مباحثات جنيف منتصف شباط فبراير الماضي وغياب الحديث عن جنيف ثلاثة. تزامن الإعلان عن التقدم في جبهة القلمون مع مغادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرياض بعد اتفاقه مع القادة السعوديين على خطة سرية لتقديم دعم للمجموعات المسلحة في سوريا. أما في كسب فيبدو أن أبناء الأقلية الأرمينية على موعد مع نزوح جديد بفعل الحرب التي شنتها المجموعات المسلحة على البلدة بدعم من الجيش التركي. هذا في الشأن السوري. أما في العراق فنتابع ما يقوم به تنظيم داعش من عمليات تجنيد خارج محافظة الأنبار بعد الضربات التي تلقاها هناك من الجيش. وقبل الدخول في تفاصيل السورية العراقية ننتقل إلى غرفة التحرير مع موجز لأهم وآخر الأنباء والزميلة رانا أبي جمعة. إليك رانا. شكرا لك علاء، السلام عليكم. في بلدة الفوعة في ريف إدلب قتل 25 عنصرا من جبهة النصرة في مواجهات مع الجيش السوري ولجان الدفاع الشعبي. مصادر من داخل البلدة أكدت للميادين أن جبهة النصرة ومجموعات مسلحة أخرى حاولت اقتحام البلدة المحاصرة من الجهة الجنوبية فجر اليوم. المواجهات استمرت أكثر من 7 ساعات وأدت إلى مقتل قيادي في النصرة، وانسحبت المجموعات المسلحة باتجاه بلدة بنش، وقد تركت بعض جثث المسلحين في ساحة الاشتباكات. ذكر مصدر رسمي أردني أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيقوم غدا بزيارة قصيرة إلى عمان. وأوضح المصدر أن مباحثات الشيخ تميم مع الملك عبدالله الثاني ستركز على العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحة العربية. واعتبر أن الزيارة تأتي في ظل عدد من الملفات الحساسة التي سببت انقساما عربيا ولا سيما في سوريا ومصر. انفجرت عبوة ناسفة قرب سور المدينة الجامعية لطلاب الأزهر في القاهرة من دون وقوع ضحايا. مصدر أمني أشار إلى أن العبوة بدائية الصنع، وأضاف أن خبراء المتفجرات يمشطون المنطقة للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى. وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن الدراسة في الجامعة مستمرة بشكل طبيعي. فتحت اليوم السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع غزة لمدة 3 أيام من أجل سفر الحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب الجوازات الأجنبية والطلبة. ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد على العالم الخارجي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 1,800,000 نسمة، وذلك في ظل إغلاق إسرائيل لباقي المعابر باستثناء معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تفتحه أياما محددة أسبوعيا. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري تنسيق الجهود الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا. لافروف اعتبر أن موسكو لا ترى طريقا لتطور أوكرانيا سوى الانتقال إلى النظام الفيدرالي، وأكد عدم وجود نية لدى روسيا لعبور الحدود الأوكرانية. اتصال لافروف كيري سبقه اتصال مماثل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك أوباما. رحبت الدول الغربية باقتراح أن تقدمت به إيران يقضي بإعادة تصميم منشأة أراك بما يخفض من نسبة البلوتونيوم الناتج والبالغ حاليا 10 كيلوغرامات. هذا الأمر كشفه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي. في حديث صحفي أوضح صالحي أن قلق الغرب هو نتيجة لإمكانية استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 90% أو البلوتونيوم في تصنيع السلاح النووي. ختام الموجز، عودة إلى علا. شكرا لك رانا.
استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدتي رأس المعرة وفليطة في ريف القلمون، وبذلك يكون الجيش السوري قد نجح في إغلاق جميع المعابر 18 من سوريا إلى عرسال في لبنان وإليها. سيطرة الجيش السوري على رأس المعرة وفليطة أتت بعد معارك عنيفة أدت إلى انسحاب المسلحين من البلدتين نحو رنكوس وجرود عرسال، وتشهد البلدتان حركة نزوح باتجاه بلدة عرسال اللبنانية، فيما قامت المروحيات السورية بقصف منطقة عجرم والرهوة في جرود عرسال. وفي ريف اللاذقية، وبعد أسبوع على هجوم المجموعات المسلحة على بلدة كسب، تمكن الجيش السوري من صد ذلك الهجوم ووقف تقدم المهاجمين المنطلقين من الأراضي التركية، كما تواصلت المعارك بين الجيش السوري والمسلحين. مراسل الميادين أفاد بأن الاشتباكات تركزت على محور النبعين. في المقابل تحدثت مواقع المسلحين عن وصول تعزيزات من لواء التوحيد من حلب إلى جبهات اللاذقية للمشاركة في معركة الأنفال في كسب والريف الشمالي. عائلات أرمنية تنزح من بلدة كسب متهمة تركيا بتكرار التاريخ نفسه ومساندتهم للمسلحين وتهجيرهم من بلدتهم لتحتضنهم كنيسة السيدة العذراء في اللاذقية وفسرايا. والتفاصيل. أسبوع من الاشتباكات في كسب السورية البلدة الجبلية ذات الأغلبية الأرمنية. عملية اقتحام كسب كانت السبب في نزوح عشرات العائلات الأرمنية من البلدة التي هجرتهم إليها تركيا في الماضي، لتعود المجموعات المسلحة وبالتنسيق والإسناد التركي لتهجيرهم من جديد. سمعنا صوت أطلاق رصاص كثير، مع أصوات مدفعية وأصوات هاونات كلها من طرف تركيا، فخفنا، ضبيت أغراضي وضبيت أولادي ونزلنا على اللاذقية. العديد من العائلات نزحت بما استطاعت حمله من ثياب وأوراق ثبوتية لتفتح بذلك جرحا جديدا في الداخل السوري. الأرمن الذين شكلوا نسيجا أساسيا في المجتمع لم تستثنهم الحرب من التهجير والقهر على امتداد سوريا، حلب، القامشلي والرقة، والآن كسب. أتوا بثيابهم وكان وضع مزري جدا ومأساوي جدا، مأساوي جدا، وهذا يتطلب إلى مضاعفة الجهود لكي أن نهيئ لهم الظروف لكي يستطيعوا أن يعيشوا حتى يرجعوا إلى بيوتهم سالمين. لم تتغير قناعة الأرمن أن تركيا هي من هجرتهم حديثا. هم يتحدثون عن قصف ودعم تركي لمجموعات غريبة هاجمت ديارهم ليلا. يقول الأهالي إنهم استيقظوا على أصوات القصف والرصاص الكثيفين، ليكتمل المشهد مع دخول المسلحين أحياءهم الآمنة عبر الجرود التركية. البلدة التي ظلت طوال السنوات الثلاث الماضية في منأى عن المعارك العنيفة أصبحت اليوم في صدارة الأخبار العالمية. عن طريق الهروب يتحدث أهالي كسب، بعضهم خرج برا عبر الأحراج المحيطة والآخر بحرا عبر شواطئ السمرة جنوبية كسب. تركيا هي مو أول مرة بترتكب هالمجزرة، ما بترتكب هي أول مرة هالخطأ، ارتكبته زمان بسنة 1915 وقت اللي هجرت الأرمن وارتكبت بحقهم إبادة، مو مجزرة، إبادة بدها تبيد الأرمن. وسوريا فتحت بوابة للأرمن، والأرمن ما بينسوا هالوقفة معهم. من احتضنت الأرمن قديما هربا من بطش العثمانيين عادت اليوم لتحتضنهم من جديد بحسب الأهالي. كنيسة السيدة العذراء للأرمن اليوم في اللاذقية هي الملجأ نفسه للأرمن المهجرين والهاربين من المجموعات المسلحة. إلى هذه الكنيسة التجأوا على أمل العودة القريبة إلى بلدتهم الوادعة على كتف الجبال الشاهقة. ومن دمشق ينضم إلينا الباحث الاستراتيجي الدكتور محمد الشيخ. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. طبعا سنبدأ بما يجري في القلمون وكل جديد، يعني بعد السيطرة على قارة، النبك، الجراجير، دير عطية، السحل، مزارع ريما، يبرود، رأس العين، اليوم هناك استعادة السيطرة لبلدتين رأس المعرة وفليطة في ريف القلمون. أهمية استعادة هاتين المنطقتين ضمن سلسلة استعادة هذه المناطق لو سمحت.
طبعا يأتي استعادة هاتين المنطقتين وأقصد رأس المعر وفليطة استكمالا لمعركة القلمون التي باتت محسومة نهائيا لصالح الجيش السوري، مما يأتي في العملية الواسعة أو العملية الشاملة لتأمين الحدود السورية سواء مع لبنان أو مع الأردن أو مع تركيا وكذلك مع العراق. هذه العملية الواسعة التي بدأها الجيش بتأمين هذه الحدود لا ينقص من أهمية الاستراتيجية بأن الجيش اللبناني يعمل جاهدا على تأمين هذه الحدود كذلك بينه وبين سوريا. إذن تحرير أو استعادة رأس المعر وفريطة لم يبقى لدينا سوى رنكوس، هذه البؤرة التي تجمع بها المسلحون، مما يمهد لإنهاء المسلحين تماما في منطقة القلمون والسيطرة على جبال القلمون وتأمين الحدود السورية اللبنانية لكي يلتفت الجيش معركة أخرى، وأقصد معركة كسب أو معركة تأمين الحدود الشمالية لمدينة اللاذقية مع تركيا انطلاقا إلى الحدود مع حلب لكي يقع المسلحين هناك بين فكي كماشة، لأن الجيش السوري منع أو يريد أن يمنع هروب هؤلاء المسلحين لأنهم في هذا الهروب يستعيدون أنفسهم ويعدون لمعركة أو لمعارك ولهجومات جديدة، فبالتالي الجيش السوري سوف يمنع هذا الهروب وسوف يوقعهم بين فكي كماشة كما قصدت مرورا من حدود الشمالية، وكذلك هجوم واسع من الجنوب عبر عبطين وعبر منطقة الصالحين والشيخ سعيد لكي يقع المسلحين في الشريط الجنوبي من حلب الشعار والصالحين والسكري ذهابا إلى صلاح الدين. هذا الشريط يقع بين فكي كماشة وبالتالي تنتهي معركة حلب، ومن ثم يأتي دور الجزيرة السورية وأقصد الحسكة ودير الزور. دكتور محمد، بالعودة إلى ما يجري في ريف القلمون، يعني اليوم تم إغلاق 18 معبرا، هل نستطيع القول أنه مع إغلاق هذا العدد من المعابر أغلقت كل المعابر وبالتالي بات هناك فصل بين الأراضي اللبنانية وسوريا وقطعت بالتالي كل خطوط الإمداد لا يمكننا لا يمكننا أن نتفائل ونقول بإغلاق المعابر الرسمية أو شبه الرسمية سوف يكون هناك إغلاق نهائي للإمداد، إذ لم يكن هناك تعاون بين الدولتين السورية واللبنانية. لا يمكن إغلاق هذه المعابر لأننا نعلم جميعا بأن هناك معابر غير شرعية يمكن أن يستفيد منها، ولكن هذه الاستفادة سوف تكون ناقصة لأنها سوف تكون المعابر الرسمية أو المعابر الكبيرة، سوف الأسلحة لن تغدق على المسلحين ولن تأتي بكميات كبيرة لهؤلاء المسلحين، فبالتالي حرموهم بشكل لا أقول جزئي بل هو الجزء الأكبر حرمان المسلحين من هذه الإمدادات. ولكن هذه الإمدادات كانت كما يقال غزيرة والآن أصبحت ريب التنقيط إذا جاز التعبير، لذلك لا يمكن أن نتفائل ونتراخى ونقول بأن هذه المعابر أغلقت فبالتالي أغلق الحدود بشكل كامل. يجب أن تستمر المراقبة، يجب أن يستمر التعاون بين الجانبين السوري واللبناني والتنسيق بين الجيشين السوري واللبناني من أجل المنع الشبه النهائي لتسلل المسلحين من جهة وإمداد هؤلاء المسلحين في القلمون أو في غير القلمون، وهذه الخلايا التي أصبحت شبه نائمة الآن هذه الخلايا بالأسلحة من جديد لكي لا يكون هناك معركة قادمة. طيب دكتور محمد، يعني دائما يتم السؤال عند استعادة السيطرة على كل بلدة، ماذا بعد السيطرة على هذه البلدة؟ اليوم ماذا بعد فليطة ورأس المعرة؟ هل هو محور رنكوس عسال الورد؟ رنكوس عسال الورد لم يبقى لدينا لتأمين الشريط الحدودي أو تأمين القلمون بشكل كامل لكي يكون هناك ارتداد إلى الغوطة الشرقية لدمشق، وأقصد المنطقتان المتوكرتان في هذه الغوطة وهي المليحة ودير العصافير، فبالتالي هذه هاتان المنطقتان ما يزال فيهما مسلحين، هاتان المنطقتان إذا انتهت معنى هذا أن دمشق أصبحت في أمان تام والطوق
الأمني استكمل حول دمشق، والجيش يوزع بعد أن يؤمن هذه المناطق أمنيا ولوجستيا يوزع مهامه باتجاه الجبهة الجنوبية وأقصى درعا والقنيطرة، وكذلك الجبهة الشمالية وهي حلب. طب دكتور محمد، يعني هل لديك أي معلومات موثقة في هذا الموضوع؟ يعني البعض بعض التقارير تحدثت أنه بدأت عملية تطبيق بنك الأهداف الموضوعة للمهمة طبعا في محور رنكوس عسال الورد، والمخطط له والذي يسبق الدخول الفعلي في العملية الميدانية. نعم، أكيد أن الجيش العربي السوري هو يقاتل على أرضه ويعلم الجغرافيا الحقيقية للأرض التي يقاتل عليها، وهذه نقطة في صالح الجيش العربي السوري. عندما يخطط الجيش العربي السوري لاستعادة المناطق أو الجغرافيا التي سيطر عليها مسلحون قادمون من وراء البحار، مسلحون قادمون من الشيشان والقوقاز، فلا يعلمون جغرافية هذه الأرض، فبالتالي لا يستطيعون أن يقاتلوا تماما على هذه الأرض كما يقاتل صاحب هذه الأرض، وأعني الجيش العربي السوري. بنك الأهداف نعم وضع وسوف تستكمل الخطة الموضوعة وبنجاح من قبل الجيش السوري، لأن عديد من النقاط لعل أهمها فقدان المسلحين للحاضنة الشعبية، لأن أهدافهم، لأن سرقاتهم، لأن شذوذهم، لأن دمويتهم انكشفت بجلاء في أعين السوريين الذين كانوا مقرر بهم قبل أن تنكشفوا. يقال أيضا دكتور محمد أنه لن يكون هناك أصلا معركة في ظل السيطرة على كل هذه المناطق، وبالتالي سيفر المسلحون نحو مناطق أخرى. يعني لن يكون هناك معركة. لن يكون هناك فرار إلى مناطق أخرى إلا إلى الأراضي اللبنانية، وهنا أنا أحذر الجيش اللبناني من أن يكون عينا ساهرة لأمن اللبنانيين، لأن لا مجال للهرب إلى الداخل السوري، سوف يكون الهرب إلى محاور لبنانية ودخول إلى لبنان، وعندما يدخلون إلى لبنان سوف يقيمون حفلات الدم التي أقاموها في سوريا، وأنا أربأ بالجيش اللبناني وأحذر الجيش اللبناني وأحذر الحكومة اللبنانية أن تكون عينا ساهرة لكي لا يحل بلبنان الشقيق الذي نحب ما حل بسوريا. طيب سأذهب معك دكتور محمد الآن إلى ما يجري في كسب، يعني وكأنه هناك نوع من الغموض الذي يكتنف الكثير من تفاصيل هذه المعركة، وبعد أسبوع يعني لا نستطيع القول بعد أنه الجيش السوري حسم شيء ما هناك، إنما منع تقدم المسلحين. هل لهذا أسباب؟ هل للدعم التركي هو سبب رئيسي في هذا الموضوع؟ أم يعني نحن بانتظار أن ينتهي كل شيء في القلمون؟ يحكى أنه سيتم أخذ مجموعات من يبرود والتي باتت مدربة بشكل جيد جدا إلى اللاذقية، نقلة طبعا هم عناصر من الجيش السوري. نعم، كلنا نعلم بأن الجيش السوري ليس مجموعة من المرتزقة، لكن الجيش السوري هو جيش لبلد يتمتع بسياسة واستراتيجية متأنية في المحافل الدولية وكذلك في الدفاع عن هيبة الدولة وعن سلطة الدولة وعن الشعب السوري. فإذا الجيش السوري لن ينجر إلى معركة أراد الأتراك أن يجروه إليها. هو يمنع التقدم، يمنع يبذل جهده في ألا يولد شرارة يمكن أن تكون هناك حربا إقليمية شاملة، لأننا نعلم عبر الاجتماع الذي سرب عبر اليوتيوب بأن تركيا تريد ذريعة لكي تدخل إلى الأراضي السورية، يريد رجب طيب أردوغان أن يصدر مشاكله. ولكن الجيش السوري يحشد الآن في هذه المنطقة. نعم، الجيش السوري يحارب حربا دفاعية الآن وليس حربا هجومية، لأنه في المقياس إذا حارب حربا هجومية فسوف يكون معتدي على دولة أخرى، وخصوصا بعد أن انكشف إلى العيان الدعم التركي المباشر للمجموعات المسلحة والقصف التركي المدفعي وكذلك المضادات الجوية التي أسقطت طائرة سورية. هذا التورط التركي هو عبارة عن كمين يراد للجيش السوري أن يقع فيه لكي يكون هناك انزياح أو هجوم من إسرائيلي من الشمال من الجنوب وهجوم تركي من الشمال، فبالتالي يقع الجيش السوري وهجوم داخلي من المسلحين، فيقع الجيش السوري في التشتت وفي تشتيت القوى. لذلك الجيش السوري يحسب
ألف حساب للانجرار بمعارك ثانوية، يحسب ألف حساب للتورط في معركة لا أقول غير مهيأ لها الآن، ولكن هذه معركة يمكن أن تكون ولكنها ليس الآن، هي معركة مؤجلة لصالح سوريا، لصالح الشعب السوري، لصالح الكينونة السورية، وبالتالي هذا كله يصب في صالح تيار المقاومة في هذا الإقليم أو في هذا في هذه المنطقة. طب هل لك أن تحدثنا أكثر عن خصائص المعركة في كسب، وبماذا هي تختلف عن معركة القلمون مثلا، خاصة لناحية الجغرافيا، خاصة لناحية الجغرافيا وباقي الأمور والتفاصيل؟ تفضل. أولا معركة القلمون، القلمون منطقة حدودية مع لبنان، والجيش اللبناني وكذلك وجود تيار مقاوم في لبنان مساند لسوريا يجعل هذه المنطقة أقل خصوصية من كسب. كسب منطقة، إذا قلنا ليس الشعب التركي، أنا أتكلم الآن عن الحكومة التركية، منطقة في حدود معاد لسوريا على الحدود التركية، أو تركيا أعلنت نفسها عبر حكومتها بأنها دولة معادية، دولة تريد الهجوم على سوريا، بل هي دولة محتلة لجزء من الأرض السورية، وأعني لواء إسكندرون. هذه المعركة وأقصد بها كسب ذو خصوصية كبيرة، لأن غالبية، كما أسلفتم، غالبية هذه المنطقة من السكان الأرمن، والقضية الأرمنية ما زالت تتباحثها حقوق الإنسان وكذلك مجلس الأمن وغيره، والمذابح التركية أو المذابح العثمانية للأرمن ما زالت ملء السمع والبصر. فبالتالي هذه المنطقة ذات خصوصية كبيرة، أولا لأنها منطقة أو حدودية مع دولة معادية، هي ذات خصوصية الشعب في هذه خصوصية ديموغرافية، فالشعب في هذه المنطقة شعب معادي أيضا للأتراك أو للحكومة التركية، هي منطقة استراتيجية مطلة على اللاذقية، ومدينة اللاذقية تعلمين بأنها وطرطوس هي ميناء أو المنفذ البحري الوحيد على لسوريا على البحر المتوسط، فبالتالي تكتسب هذه المعركة خصوصية وتكتسب أهمية. هناك عامل إضافي دكتور محمد، هناك عامل إضافي وهو جديد، تحدثت مواقع المسلحين عن وصول تعزيزات من لواء التوحيد من حلب إلى جبهات اللاذقية للمشاركة في معركة الأنفال في كسب والريف الشمالي. يعني فعليا يبدو الغرب والكثير من الجبهات يعني تود تغيير الموازين، موازين القوى على الأرض قبل الحديث عن جنيف 3. كيف سيغير هذه أو ستغير هذه التعزيزات من واقع الأمور فعليا على الأرض؟ هي لن تغير من واقع الأمر على الأرض، لأن الجيش العربي السوري يتمتع بقوة خارقة إذا جاز التعبير. الجيش العربي السوري اتخذ قراره بتحرير سوريا، كل سوريا، ولكن أنا أقول انتقال لواء التوحيد إلى منطقة كسب وإلى اللاذقية، لأن قادة المتمرسون في القتال بأفغانستان، قادة هذا اللواء، وعوا بأن الجيش العربي السوري يريد أن يؤمن الحدود الشمالية وصولاً إلى شمال حلب، وأقصد منطقة عزاز وفطمة وغيرها من المناطق، لكي يدخل إلى حلب شمالا، متزامنا هذا مع انتصارات ودخول الجيش عبر السفيرة وعبطين والشيخ سعيد وهذه المناطق، لكي يكون الشريط الجنوبي المسيطر عليه في حلب من قبل المسلحين بين فكي كماشة، الجيش العربي السوري من الشمال والجيش العربي السوري من الجنوب، فلا مكان للهروب، وهذا يعني إبادة كاملة. إذا نستطيع أن نقرأ تحرك لواء التوحيد إلى هذه المنطقة هي حرب استباقية، أو نقل لأرضية المعركة أو لأرض المعركة من معركة محتملة فكي كماشة إلى معركة مفتوحة في منطقة كسب، وهو في رأيهم يمكن أن يحقق لهم بقاء أطول، ولكنهم، وأنا أقول عن معلومات، يوقنون بأن الهزيمة واقعة بهم لا محالة. على أي حال دكتور محمد، لن ننسى أيضا أن هناك خطة سرية لتقديم دعم للمجموعات المسلحة في سوريا، سنتحدث عنها بعد قليل. دكتور محمد الشيخ الباحث الاستراتيجي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. غادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرياض اليوم منهيا زيارة قصيرة بحث خلالها والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز التباينات في رؤيتيهما إلى بعض القضايا، لكنهما اتفقا على التحالف الاستراتيجي
بين الجانبين. مسؤول أمريكي رافق الرئيس الأمريكي في زيارته السعودية أوضح أن أوباما أبلغ الملك السعودي أن الولايات المتحدة لن تقبل اتفاقا نوويا سيئا مع إيران، مشيرا إلى أن واشنطن ما زال يساورها القلق بشأن إمداد مقاتلي المعارضة السورية ببعض الأسلحة المضادة للطائرات ومنها الصواريخ المحمولة على الكتف. ملفات ثخينة ناقشها الملك وسيد البيت الأبيض. يأمل باراك أوباما أن يعيد الدفء إلى العلاقة بين أمريكا والسعودية. تأتي الزيارة الثانية للضيف الأمريكي لاسترضاء المملكة وتهدئة مخاوفها، كما نشرت صحيفة واشنطن بوست، إذ لم يعد خافيا أن خطوط التواصل بين واشنطن والرياض تعاني اهتزازا دبلوماسيا وسياسيا. قضايا إقليمية كثيرة بحثت بين الحليفين، بدءا من الأزمة السورية مرورا بالمفاوضات الغربية مع إيران وصولا إلى سياسة أمريكا في مصر، فمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل انتهاء بالأمن والطاقة والاقتصاد. وبالرغم من الملفات المتراكمة، إلا أن ما سرب من منتجع روضة خريم أكد أن سوريا وإيران كانتا محور اهتمام لقاء الساعتين. مسؤول أمريكي كشف أن أوباما بحث مع الملك كيفية تعزيز وضع المعارضة السورية سياسيا وعسكريا، وأضاف أن الرئيس الأمريكي لم يعطي الضوء الأخضر لتسليم السعودية صواريخ أرض جو من طراز مانباد إلى المعارضة. قبل يوم من الزيارة كشفت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شحنة من الأسلحة المضادة للطيران والدروع دفعت السعودية ثمنها توجد في مخازن عدة منتشرة على الأراضي الأردنية في انتظار موافقة أمريكية لتسلم للمعارضة السورية. أما في الملف النووي الإيراني، طمأن أوباما بحسب المصدر الملك عبد الله بأن بلاده متنبهة لأنشطة الجمهورية النووية ولن تقبل بامتلاكها هذا السلاح. وبالرغم من الكلام المعسول الذي يسعى الضيف إلى دسه في الطبق السعودي، يبقى موقف المملكة من المفاوضات الغربية مع إيران ثابتا، وهي التي وصفتها سابقا بالمقامرة الخطرة. دخل أوباما المملكة محملا بالوعود والتطمينات على أمل ألا يخرج منها خالي الوفاض، وهو أمر يستبعده المتابعون للزيارة، فتاريخ التعاون بين واشنطن والرياض خير شاهد. وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في واشنطن الدكتور منذر سليمان. أهلا وسهلا بك معنا دكتور منذر. يعني بداية، لو تعطينا تفاصيل أكثر حول هذا الدعم الأمريكي اليوم للمعارضة في سوريا والمسلحين. طبعا عند المباحثات لم يتم البحث تفصيليا بين أوباما والملك السعودي في تفاصيل هذه الخطة السرية التي هي استكمال لخطط سرية سابقة، ولكن تحت الحاح وأصرار المملكة السعودية على أن يكون هناك تقديم مساعدات إضافية، ما رشح حتى الآن أن هناك سيتم تزويد بأسلحة، أسلحة في مخزونات موجودة في المنطقة إن كان في السعودية أو في الأردن تابعة للقوات الأمريكية، أو حتى استحضار معدات جديدة. نقطة الخلاف الرئيسية كانت حول الأسلحة المضادة للطائرات، ويبدو أن هناك نوع من الضوء الأصفر تم إعطاؤه من أوباما نتيجة أن هناك فيتو إسرائيلي على تسليم أي معدات متطورة من هذا النوع لاستمرار التفوق الجوي الإسرائيلي في سماء المنطقة. لذلك يكون هناك ربما اختيار في سيطرة عناصر أمريكية أو من غير العناصر المسلحة على مثل هذه البطاريات في حال تسليمها، ويبدو أن هناك ربما رغبة في ذلك بالإضافة إلى أسلحة متطورة مضادة للدبابات. أيضا تم الحديث في هذه الخطة على ما يبدو أنه استبعاد الدعم المقاتلين التي من الذين عملوا مع جماعات أحرار الشام، جبهة النصرة، والدولة الإسلامية في العراق والشام التي تعرف اختصارا بداعش، وأنه يجب التفريق في نفس الوقت بين تقديم المساعدات تحت ستار موضوع تعزيز القوى المعتدلة، وهذا يعني أنه عدم تسليم مثل هذه الأسلحة لهذه المجموعات. إضافة إلى ذلك تم الحديث عن تأمين ممرات أو السعي لتأمين ممرات لإيصال مساعدات إنسانية دون البحث بالتفصيل، وبالإضافة إلى تقديم برامج مساعدات لمجالس محلية للشرطة في المناطق التي
تسيطر عليها المجموعات المسلحة. طيب منذر، يعني تحدثت منذ دقائق عن ما يسمى بالمسلحين المعتدلين أو بالمعارضة المعتدلة، يعني كيف يمكن لواشنطن أن تضمن هذا الموضوع وتتأكد من وصول هذه الأسلحة إلى ما يسمى بالمعارضة المعتدلة؟ هنا تأتي موضوع التدريبات التي حصلت سابقا والتي الآن من وفق الخطة التي سربت، لأن هناك شهريا سيتم تدريب حوالي 600 مقاتل تحت إشراف الولايات المتحدة وفي مناطق في الأردن في قطر وفي أيضا السعودية، بمعنى تشكيل مجموعات مشتركة وتستند إلى هذه الجماعات التي يتم تدريبها، بالإضافة إلى المجموعات التي يكون هناك نوع من السيطرة والعلاقة معها. كان في السابق الحديث عن الجيش الحر والمجلس العسكري، محاولة إعادة إحيائه وإحياء أيضا مجموعات أخرى كانت دخلت في صراع مع داعش وجبهة النصرة. إذن من الصعب التفريق بين هاتين المجموعتين، التفريق بين معتدلين ومتطرفين، ولكن كان هذا إصرار الولايات المتحدة والقول بأنه هذا خطر يشكل ليس فقط على الولايات المتحدة والغرب، إنما خطر عليكم إذا هذه المجموعات تم دعمها. إذن سيكون هناك فعلا صعوبة، ولكن العمل الاستخباراتي الذي يستند إلى الولايات المتحدة وإلى الأجهزة الاستخباراتية الإقليمية هي التي ستكون مقررة في كيفية تقديم هذه المساعدات ولمن. يعني هل المقصود فعليا، كنت أسأل منذر، أنه هناك نية لدى أمريكا في تغيير الواقع في الميدان السوري وعلى الأرض قبل الحديث عن جنيف ثلاثة؟ يعني لم نعد نسمع عن ربما اتصالات مهمة فيما يتعلق بالأزمة السورية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل بتنا نسمع أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتوسيع الدعم السري للمعارضة السورية. موضوع جنيف 3 أو أي جنيف آخر هو في الثلاجة الآن، وفي هناك تناغم بين الموقف السعودي والأمريكي حول هذه النقطة في موضوع ضرورة تعديل ميزان القوى. المسألة كان باعتقاد السعودية أن الولايات المتحدة عليها أن تتدخل مباشرة لتعديل ميزان القوى، بينما الآن الحديث عن دعم هذه المجموعات، وعندما نتحدث عن عمليات تدريب معنى ذلك أن المسألة أشهر وأكثر، وبالتالي النقطة المشتركة هو السعي لتعديل ميزان القوى بتعزيز على المستوى النوعي وعلى مستوى العناصر في المواقع القتالية، ولكن بالطبع الولايات المتحدة عجزت، وأيضا المجموعات التي دعمت المجموعات المسلحة والدول التي دعمتها أن تعدل ميزان القوى، ولكن هذه هي الاستراتيجية. استراتيجية ربما أن زيادة المعونات وزيادة العناصر وزيادة التسليح النوعي قد يساعد في ذلك، ليرغم لاحقا كما يعتقدون على أن يأتي ممثلين النظام إلى جنيف أو شيء مماثل، يكون هناك الحديث عن فترة انتقالية يرضخ فيها النظام للتنازل عن ما هو قائم حاليا من موقف واضح بأنه لن يقبل في تسليم السلطة بالطريقة التي تتحدث عنها هذه الأطراف. لذلك موضوع جنيف بعيد، خاصة في ظل ما هو قائم من تأزم في العلاقات الروسية الأمريكية حول موضوع أوكرانيا وغيرها، ولكن هذا المسعى لتعديل ميزان القوى هو الكود السري لاستمرار الأزمة في سوريا واستمرار عملية الاستنزاف التي تطال الشعب السوري والجيش العربي السوري. طيب منذر، فعليا واشنطن لماذا مهتمة بإعادة الدفء اليوم إلى العلاقة مع السعودية؟ لأن خيارات الولايات المتحدة في المنطقة خيارات محدودة، يعني الدول الإقليمية التي كانت تستند إليها وتعتبرها أنها تستطيع أن تلعب دور أساسي، مصر في حالة انتقالية، تركيا في حالة مرتبكة رغم محاولات أردوغان أن يسوق لنفسه دور ناتوي جديد حتى على المسرح السوري، السعودية تملك القدرات المالية تتحرك الآن في وضع سوريا، أيضا الوضع القائم في أزمة مستعصية حتى الآن. إذن من هي الدولة العربية المرشحة لكي تلعب؟ باعتقاد السعودية أن هذه الدولة هي القادرة على أن تلعب دور ولو مؤقت على المسرح العربي بشكل فاعل. لذلك خيارات واشنطن المحدودة دوليا وإقليميا تجعلها حريصة على إبقاء علاقة
ما مع السعودية، يضاف إلى ذلك أن هناك علاقات أمنية وعسكرية استراتيجية قائمة مع الولايات المتحدة. يعني هناك 97 مليار دولار من الأسلحة والمعدات والتدريبات قائمة الآن كمشروع قادم، وتخيلي إلى أي مدى هذا يفيد في الاقتصاد الداخلي الأمريكي، بالإضافة إلى تعزيز يعني العلاقات الأمنية والعسكرية مع السعودية. إذن هناك حرص على مراعاة الموقف السعودي فيما يتعلق في سوريا بحدود ما، بسبب أن الخيارات الإقليمية للولايات المتحدة والدول التي يمكن أن تدعمها أو تلعب دور وظيفي تاريخي تقليدي بدأت تتقلص وهي غير قادرة على لعب هذا الدور. منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا جزيلا لك. اعتبرت الخارجية الروسية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا بأنه يحمل طابع التحيز. وفي بيان صادر عنها، رأت الخارجية الروسية أن القرار يعارض التقرير الذي أصدرته اللجنة المستقلة للتحقيق مؤخرا، وكان المجلس قد أصدر قرارا يتهم السلطات السورية بالقيام بانتهاكات ضد المدنيين. مجلس حقوق الإنسان كان صوت على مشروع قرار يحمل السلطات السورية المسؤولية الأكبر في انتهاكات حقوق الإنسان. المشروع الذي تقدمت به السعودية وبريطانيا دعا إلى حل سياسي في سوريا عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي. وخلال اجتماع المجلس جرى الاتفاق على تمديد مهمة لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لمدة عام. وافق أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مشروع قرار يحمل الحكومة السورية المسؤولية الأكبر عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. القرار الذي تقدمت به السعودية وبريطانيا وافقت عليه 32 دولة ورفضته 4 بينها روسيا والصين. القرار الأممي وإن بدا متعلقا بحقوق الإنسان إلا أنه حمل رسالة سياسية واضحة بدعوته إلى تطبيق جنيف واحد عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي. وفيما صوت المجتمعون في جنيف لتمديد مهمة لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عاما جديدا، كان مجلس الأمن في نيويورك في جلسة مغلقة للاستماع إلى تقرير الأمين العام حول القرار 2139، قرار وافق عليه المجلس بالإجماع قبل أسابيع ويدعو إلى وقف القتال فورا في سوريا. تقرير بان كي مون أكد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل طرفي النزاع في سوريا وأشار إلى صعوبة إيصال المساعدات إلى المدنيين. لا، نحن لا نقتل شعبنا، هؤلاء هم أهلنا، نحن لا نقتل أهلنا. القتلة هم المدعومون من قطر والبترودولار القذر من السعودية وتركيا، هؤلاء الشيشانيون والأفغان والباكستانيون والتونسيون والسعوديون هم من يقتل شعبنا. فيما طالبت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فالوري آموس بمزيد من الحرية في إيصال المساعدات إلى من يحتاجها. فقط 6% من الواقعين في الأماكن المحاصرة تلقوا معونات في الشهر المنصرم. بلغت المجلس أننا نريد رؤية تحسن كبير في سرعة إدخال المعونات وحجمها إذا كنا سننقذ أرواحا. الخسائر الإنسانية في سوريا تبقى أفدح نتائج الحرب الدائرة فيها منذ سنوات ثلاث، سنوات تبدو الأسوأ في تاريخ سوريا الحديثة. أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحين حاولا التسلل من الجانب السوري للجولان نحو الجانب المحتل منه. بيان عسكري إسرائيلي قال أن جنود الاحتلال رصدوا مسلحين كانا يتسللان عند خط فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا في الجولان، وإن الجيش الإسرائيلي أطلق النار وأصاب الهدفين من دون أن يحدد هويتهما أو مصيرهما.